نمشي نقلب زي شويه ما تابونيتيش ليا كان ابوني وسير تعلم الشلحه لا ما غابرش كاين بعض الاعمال اللي كتاخذ شويه الوقت مركز على العمل ديالي الجديد ديال اللي هو عرض ديال وان مان شو واعمال تلفزيونيه اللي يمكن جايه في قدام ان شاء الله. علاش الاختيار ديالك الفيسبوك وانستغرام هذه ما تولينا تنشوفوا اشاور لي ستوري لي ريلز اشنو سبب هذا انا بوحدي اللي ما نستعملوش لا هو غير كيعطيك واحد الامكانيه انك تتواصل مع الناس بلا تعقيدات اداريه وتلفازه والسينما اللي فيها اكثر اللي عندها حلاوتها بيسر ولكن كنظن مواقع التواصل الاجتماعي عند التواصل نيشان ويمكن الا قبلوك الناس كيقبلوك تما تما الا ما قبلوكش راه كيقول لك بالسلامه عليك في ذاك الوقت. كيفاش جاتك البرمجه ديال المهرجان الافلام المغربيه بالضبط؟ البرمجه متنوعه وبغيت نقول انه حنا من المحظوظين انه كاين افلام مغربيه ديما رغم انه الوتيره ديال الانتاج مؤخرا هبطات الى اخره فبالتالي يمكن المهرجان حتى هو كيعطي الروح شويه للافلام المغربيه والسينما المغربيه باش توقد شويه. الجديد ديالي فيلم تلفزيوني غيخرج في دوزام يمكن في رمضان صور وعرض فكاهي وان مان شو ان شاء الله اللي التواريخ ديالو غتخرج من بعد ان شاء الله. كنظن انه الجمهور كيعرف شكون هو الصالح والطالح كاين من المؤثرين اللي عندهم موهبه ومن حقهم انهم يمثلوا وكاين من المؤثرين اللي يمكن كيتفردوا بطريقه اخرى من المستشهرين ولا هادشي ولكن كنظن انه الساحه والجمهور هما اللي كيحكموا هما الفيصل في الاخر. الحاجات كان فيه مؤثرين كان فيه انيماتور انت تيق فيهم ولا تفرضوا من المنتجين ولا لا خويا الصغير ما يقدرش يفرض عليا لانه هو المنتج لا كانت عن قناعه وكنظن انه الادوار اللي تعطاتهم اداوا بطريقه جيده نقدروا نتفقوا معاهم ولا ما نتفقوش ماشي هذا هو الاشكال ولكن كنظن انه بزاف ديال الهضره كدوز على المؤثرين مؤثرين عندهم بلاصتهم وكاين بزاف اللي كيديروا محتوى زوين كاين بزاف اللي داخل وصافي وكيقول راه هادشي فيه فلوس ولكن كنظن انه ما خصناش نكونوا بداك العنف نقولوا لا نرفضوا لانه حتى من الممثلين مثلا اللي قدوا يتخرجوا من المعاهد او المدارس ما كتلقاش انه عنده مستوى كبير هذا ماشي شرط حيت كاين الموهبه وكاين الخدمه. غنشوفوك في رمضان؟ إلا جيتي تشرب الحريره غتشوفني. وفي التلفزيون؟ ممكن الا تبرمج الفيلم التلفزيوني في رمضان ممكن ان شاء الله. شكرا لك.